أهلا بيكم طلبة الصف السادس ابتدائي. النهاردة هنشرح لكم درس نصائح غالية. النشيد ده بيقول ايه؟ بيقول لنا: لا تشتري الطعام من باعة الطريق، وقبل أن تنام وبعد أن تفيق، استخدم المعجون ونظف الأسنان ونظف العيون والقلب واللسان، ونوع الطعام فإنه مفيد، من يسمع الكلام فإنه رشيد. بعد ما قرأنا مع بعض النشيد نشوف شرحه بيقول ايه. الشاعر بيقول لنا ايه: لا تشتري الطعام من باعة الطريق، يعني انت ما تشتريش الاكل من اي حد بيبيع في الشارع كده من غير ما يغطيه، ولا مثلا ماشي في الشارع كده بيبيع اي حاجة فاحنا ما نشتريش منه عشان ده بيضرنا. وقبل ان تنام وبعد ان تفيق، استخدم المعجون ونظف الأسنان، يعني قبل ما ننام، قبل ما نروح ننام على السرير مثلا، وبعد ما نصحى من النوم نروح نستخدم المعجون والفرشة وننظف أسناننا عشان تبقى بيضة وجميلة ونظيفة وميبقاش فيها أي أكل فيها، ونظف العيون والقلب واللسان، ننظف عينينا عشان ما يجيش فيها أمراض ولا ما توجعناش، والقلب ننظفه ونخليه قلب صافي ومنبقاش شايلين حقد لحد، واللسان ننظفه ما نشتمش أي حد ولا نضايق اي حد بلساننا، وننوع الطعام فانه مفيد، يعني ناكل اكل كتير مثلا رز ولحمه ومكرونه وعيش وخضار وفاكهه وكده عشان ده مفيد لجسمنا لما ننوع الاكل. ومن يسمع الكلام فانه رشيد، اللي بيسمع الكلام الناس اللي بيقولوا له الكلام الناس حلوين فده بيبقى واحد عاقل ورشيد ورزين. ناخد معاني الكلمات اللي موجوده في النص بتاعنا. بيقول لنا: باعة الطريق معناها الباعة الجائلون اللي هم بيبيعوا في الشارع. تفيق تستيقظ، يعني تصحى من النوم. مفيد يعني نافع، حاجة نافعة. استخدم استعمل. وكده نكون خلصنا الدرس. ناخد مراجعة على الدرس. بيقول ايه؟ ينهى الشاعر الناس عن اكل من الباعة الجائلين لما يصيبهم من الامراض، ويرشدهم الى غسل اسنانهم بالمعجون قبل النوم وبعد الاستيقاظ، وغسل الوجه والعينين، وتنويع الطعام للاستفادة منه، فإن من يسمع الكلام هو العاقل الرشيد. دي أسئلة على الدرس هنحلها مع بعض دلوقتي. بيقول لنا: قال الشاعر: وقبل أن تنام وبعد أن تفيق، استخدم المعجون ونظف الأسنان. معنى استخدم إيه؟ إحنا لسه واخدينها دلوقتي في المعاني، إنها معناها استعمل. طب مفرد أسنان، احنا عندنا في سن ايه؟ اسنان مفردها ايه؟ سن واحدة. مضاد قبل، مثلا نقول قبل ما نفطر، في برضه بعد ما نفطر، وقبل ان تنام وبعد ان تفيق، هو ده عكس قبل بعد. طيب ما الذي يأمرنا اشبه الشاعر في النص؟ هنا بيقول لنا ايه؟ وقبل ان تنام وبعد ان تفيق، استخدم المعجون ونظف الاسنان. يبقى الشاعر بيأمرنا بايه؟ قبل ما ننام وبعد ما نصحى من النوم نستخدم الفرشة والمعجون وننظف أسناننا. طيب بيقول لنا السؤال التاني: أكمل مما بين القوسين، مفيد المعجون وبعض الطريق. عندنا بيقول لنا إيه؟ تنويع الطعام نقط. يا ترى هيكون المعجون تنويع الطعام المعجون؟ لا ما تنفعش. تنويع الطعام بعض الطريق؟ لا ما تنفعش برضه. تنويع الطعام مفيد؟ أيوة هي دي، هي تنويع الطعام مفيد. طيب لا تشتري الطعام من، احنا خدنا مفيد، لا تشتري طعام من معجون، احنا بنشتري طعام من معجون؟ لا ما ينفعش. من بعض الطريق، لا تشتري طعام من بعض الطريق زي ما موجود عندنا في النص، يبقى لا تشتري الطعام من بعض الطريق اللي هما الناس اللي باعة جائلين. تالت واحدة بتقول: نظف الأسنان بالفرشاة ونقط. احنا خدنا مفيد وخدنا بعض الطريق، باقي ايه؟ باقي المعجون. يبقى نظف الأسنان بالفرشاة والمعجون عشان طبعا مش هننضفها ببعض الطريق. وبكده يا أصحابي نكون خلصنا الدرس الجميل ومعناه فهم نتعلم ببساطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.